حاصد البطولات. انطلق اللقاء وبدا اللقاء على بركة الله. عكسية خاطئة من مهدي خان تعود للكويت. القربة اللي خطيرة خطيرة، وهدف، هدف لنواف الشمري بخطأ من مهدي خان بفاست بريك غير متخن. واحد الكويت لا شيء العربي. شوف القربلي للشمري والشمري للمرمى، تصويب وعلي صفر يتصدى الحارس الذي يؤمن. محمد القربلي لنواف الشمري، خطيرة تنقطع، الشمالي ينفرد، الشمالي وبالمرمى وهدف. واحد 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 واحد، تعادل في أول دقيقتين. شوف خطفت كرة بتمريرة خاطئة، ينفرد الشمالي، عكسية للعربي، سلمان الشمالي ينطلق ما هذا؟ سلمان الشمالي يصطاد كرة صاروخية من 10 إلى 11 متر. شوف 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 على شمال علي صفر، الشمالي سلمان وعلى الشمال يصطاد الهدف. شوف الجماهير، شوف المحبين، والله إذا كانت كلمة الوفاء تطلق. يوسف حيدر للشمالي للمرمى، 3 أهداف العربي، الشمالي وهدفين متتاليين. كرة مع الكويت، علي صفر وهدفين وحديث بين المدرب واللاعبين. قربلي وتصويبه وتصدي من مهدي خان، وهجمة عكسية للعربي، مشعل سويلم، سويلم لمين يا سويلم؟ للمرمى ويتصدى له الدفاع وتخرج رمية جانبي. ينطلق نواف لمين يا نواف؟ للقربلي، خطيرة وتصويبة وهدف، تصويبة وهدف لعبد العزيز الدوسري. هدف للكويت. شوف بن فراس سيصوب، صوب الشمالي وعلي صفر صاحي. خد بالك ان علي صفر صاحي، ما في مكان. خطيره خطيره، الله 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 يا البالول، الله يا البالول. عبد الرحمن البالول يستلم كرة ذكية من الدائرة ويتعادل الكويت. شوف نواف بكرة ذكية وخطأ دفاعي وبمهارة عالية، البالول عبد الرحمن شوف يفلت. سلمان الشمالي تمريرة خاطئة، الكويت يهاجم، الكويت خطيرة خطيرة. الله عبد العزيز الدوسري وخطأ عرباوي يدفع ثمن هدف للكويت. تمريرة خاطئة من الشمالي، شوف فاست بريك، مرر يا حبيبي على طول طويلة واصطاد المرمى. سالم محبوب لمصطفى العنزي، الله هدف 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 لمحمد العنزي، هدف لمحمد العنزي الجناح الأيمن للعربي. 4-4 12 دقيقة، 4-4 12 دقيقة، هدف للعربي بصورة هذا. الكويت يهاجم بطريقة 3-3 ثم نزول أحد لاعبين، زيادة كثافة عددية خطيرة خطيرة خطيرة. الله ثلاثية ثلاثية لي سلمان الشمالي يصوب وعلي صفر يتصدى. شاهدنا قبل قليل وليد القلاف للعنزي وهدف لعنزي، هدف لعنزي، محمد لعنزي متألق الحقيقة بطريقة رجل لرجل، رقابة لاصقة. يا عيني يا عيني، سالم محبوب، سالم محبوب بارتقاء وميلان هواي، خطيرة للكويت، الموسوي خطيرة 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 على طول. العربي يسجل والموسوي يرد ويسجل التعادل. عندما تريد أن تحافظ على مرماك ارجع بسرعة. شوف الكويت بهجوم عكسي سريع، فاست بريك، شوف 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 الميلان، مهارة رائعة لمحبوب ورد الموسوي بهدف. لامس لامس صح، لامس الخط، واضحة واضحة. شكرا لمخرجنا، شكرا.
تصويب كرة قوية وعلي صفر يتصدى صاحي المرمى صوب برا المرمى صالح الموسوي الحقيقة خطيرة وهدف هدف جميل هدف جميل ثنائية بين يوسف حيدر وعبد المحسن الحرز يصطاد العربي هدف التقدم اصطاد العربي هدف شوف وانتو جميلة ثنائية رائعة صوب محمد الغربلي رمية الجزاء وسجل هدف التعيس للشمري على الدائرة خطيرة خطيرة خطأ عرباوي خطأ عرباوي من العيار الكبير خرج كل مدافع العربي خرج كل مدافع العربي وترك واسيري لوحده شوف 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 كلهم اطلعوا واسيري لوحده لعبها لوب حلوه محبوب تصويب وتصدي من المتالق علي صفر المطيري الان بدل صالح الموسوي كجناح ايمن خطيره خطيره وهدف خطيره وهدف مشاري طه يجد ثغرة دفاعية بدفاع العربي ويخترق ويسجل شوف شاري طه وجد ثغرة ثغرة وخطأ دفاعي للعربي على طول الدفع شوف في خطأ دفاعي يعني وهي الكرة وهو أحد الأعمدة الأساسية مصطفى بحث عن العربي وجمهوره ولقاه عبد الله مصطفى يصطاد هدف قلت لك حتى دقيقة 25 جمهور العربي يقول وينك يا مصطفى أضاع الكويت وأضاع العربي وأضاع العربي مرة أخرى شو الحكاية يا جماعة خطيرة الله الله وهدف هدف 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 للبالول مهدي خان يهدر بتمريرة خاطئة شوف كرة مهدي خان صدها رجعت للبالون و سالم محبوب صوب سالم وسجل كرة ذكية من الذكي سالم محبوب صح هذه كرة سالم محبوب خمس لاعبين مدافعين والكويت كامل راح يطبق حاجة الكويت خطيرة خطيرة خطأ دفاعي عرباوي والكويت يسجل ثواني القادمة الكويت يسجل هدف ثالث الكويت يصطاد والكويت سلمان الشمالي وعبد الله مصطفى ومصطفى في المرمى وهدف مصطفى في المرمى وهدف للعربي 12 الكويت 10 العربي شوف خطأ دفاعي اخترق فيه مصطفى بثغرة دفاعية واضحة على سويلم رمية حرة راح يصوب صوب ومهدي خان صاحي راسة المرمى للطرفين الأخضر والأبيض مربك هجوم العربي خطيرة وليد القلاف وهدف قفوة كويتاوية والعربي يصطاد هدف ليحرك الجماهير 12 لازم يصوب شمري صوب الشمري عبد العزيز واصطاد هدف من أمام المدافعين كجناح أيسر خطأ دفاعي يدفع ثمنه مهدي خان شوف شوف خرج من برا منطقته وصوب كرة جميلة اصطادت شباك العربي هاي كرة وليد القلاف هدف الماضي 13 حيدر لمصطفى سالم محبوب الله 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 كرة كرباجية لسالم محبوب تصويب باستعجال لمشعل سويلم أجمل الكويت مسوي خطيرة وهدف الله 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 ثلاثية بخطأ من مشعل سويلم سويلم يخطو هجوميا ويدفع ثمنا غاليا بهدف ثلاثي للكويت شوف اليمين المسوي للبالول البالول يصطاد العربي الغربي صوب 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 الغربلي وسجل محمد الغربي اللي كان يريد الفرصة هي للكويت الخميس
للدوسري وهدف، هدف جميل، هدف جميل لعبد العزيز الدوسري بمهارة فردية رائعة في لف الكرة، شوفها دارية في اللف بالرس، وهدف جميل كويتاوي. 16 الكويت 12 العربي، 16 عربي بدأ يضيع الفرص الكثيرة، تمريرة غير موفقة للكويت، بهجوم عرباوي المحسن الحرز للعنزي، يا سلام عليك والله نجم، والله نجم محمد العنزي يؤدي مباراة رائعة، شغل جناح أيمن وفرصة أشوف أخذ فيها الدفاع، أخذها فات من الدفاع ثاني وسجل هدف للعربي يحمل رقم 13، مجهود كبير لهذا اللاعب وهدف كله، ادفع باللي عندك كله، خطيرة خطيرة، يا سلام يا سلام، نواف الشمري مر الكرة لعبد العزيز الشمري، كرة جميلة ثنائية قاتلة، دفاع العربي يدفع ثمنها، شوف شوف ساهي دفاع العربي، جناح أيسر، جناح أيسر، شوف وين وصل لمنتصف الدائرة، بل وصل إلى جناح ماسك ومثمر حقيقة، دفاع ذكي، تصويبة و أوه علي صفر يتصدى، علي صفر يتصدى ولكنه يبحث عن الكرة بمكان، والكرة دخلت لوحدة، تبي تنخشوش صدها وينها راح يجيبها، دخلت المرمى، هذه بيسمونها عطني حظ، عطني حظ وخذ صدها، علي صفر المذكرني احد الاخوان، خلنا بعد رمية الجزاء نتكلم، هدف هدف للغربلي، ذكرني احد الاخوان انه في شهر رمضان المبارك في دورة الرضوان تنقلب الصالة الى حاجة ثانية، تكييف ومكيفات، تصويب خلاص صفر الحكم، رفع ايده الموسوي، خطيرة خطيرة وهدف، خلاص الموسوي عندما ينفرد الحكاية حكاية ثانية والرواية رواية ثانية، تايم اوت يطلب مدرب العربي، شوف يستفيد الكويت من الهجوم العكسي، فاست بريك ويسجل اهداف عديده عديده، تعرض الكويتي يلعب بطريقه رجل لرجل، تصويب وهدف، الان تصويبه فرديه من عبد الله مصطفى من امام مدافع الكويت وسجل الهدف رقم 15، في وقت وفي مشوار، لكن العربي سلامات وتر بالسلامه يا رب ان شاء الله، سيصوب الغربلي الدائرة، البالول عبد الرحمن وهدف، ثنائية بين الغربلي والبالول، هذا عبد الرحمن البالول المتفوق والرائع على الدائرة، رائع على الدائرة، عندما يسلم الكرة شوف خلاص كرة خطيرة، يعرف كيف يتعامل، إلى أين يتحمل الكويت، بدأ العربي كرة سريعة للبالول، عبد الرحمن البالول وكرة يلعبها من خارج التسعة متر، مفاجأة لدفاع العربي، خلاص خلاص البالول سجل من على الستة متر ومن على التسعة متر، إذا هناك خلل عرباوي وتفوق كويتاوي، شوف من خارج التسعة متر 15 العربي، تصويبة وتصدي من الرائع علي صفر، المتفوق علي صفر، النجم علي صفر الحقيقة، حتى نكون أمينين، علي صفر وشوف شوف 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 يعني قادر يتعامل مع كل هجمات، نقول الصالة حر احساس، الأرضية فيها تزحلق في سلامات، سلامات لسالم محبوب، كرت احمر ليعقوب اسيري، شو يطلع بروح رياضيه، لعبه فيها عنف قوي، شوف فيها عنف قوي وكاد ان يصاب اللاعب بقوه، لعبه قويه فيها ايذاء للمنافس وثواني، شوف 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 شكرا، يعني هذا هو المطلوب، لعبه قويه، احمد حسين يصوب
وعلي صفر يتصدى ورمية مرمى بأخلاق. كرة على العربي، تصويب، وعلي صفر يتصدى كالعادة. علي صفر موجود، علي صفر يلعب أمام العربي. كرة مع العربي شمالي، لعب محسن الحرز، وهدف، هدف نزول فواز عبد الهادي، الدفع فواز عبد الهادي وعبد العزيز فيروز في الدقائق. فواز عبد الهادي لاعب صغير، هدف جميل فواز عبد الهادي. عطنا اياه بالكاميرا، لاعب شمال ومكسب للكويت. مع الى مدربين اشوف فواز عبد الهادي، كره جميله مع العربي. حيدر الى شمالي، شمالي وهدف. شمالي الشوط الاول غير الشمالي الشوط الثاني، في تحليلي انا الشمالي سلمان غير الشوط الثاني. هل ارهق العربي؟ اذا شوف كره جميله للشمالي، نجم الشمالي اشيد واكرر الشكر لرجال القوات الخاصه وزاره الداخليه متمثل القوات الخاصه في ضبط الصاله بكل حساباتها، شكرا لهم، شكرا للجميع. انتهى اللقاء بفوز الكويت 22-18 العربي، والجميع يصفق. شوف يا احلاه، ما احلاه من جمهور حتى بخسارته، هو كبير، يبقى العربي كبير بهذه الجماهير الوفية. والكويت لن نقول له إلا مبروك، أديت مباراة كبيرة، استحقيت الفوز بهذا الأداء. الشوط الثاني ظهرت بشكل ثاني واستحقيت الفوز. مبروك لجماهير نادي الكويت هذا الفوز. عزيزي المشاهد، استمتعنا باللقاء جميل، لحظات قليلة ونعود للاستوديو التحليلي والزميل عبد الله حسين وزملاء المحللين كابتن عباس طه والكابتن حامد العمران لتحليل هذا اللقاء. إلى أن نراكم في لقاءات أخرى، لكم مني تحية جاسم لذياب. استديو من صالة شهيد فهد أحمد، نعود إليكم ومعنا لعب نادي الكويت بعد هالمباراة الحماسية جدا الكابتن علي صفر. كابتن الله يعطيكم العافية، اليوم فوز صعب على نادي العربي، شلون شفت مباراة اليوم؟ والله أول شيء الحمد لله فزنا اليوم، وقلت لك شباب والحمد لله نادي العربي، صحيح أنه خسر نتيجة بس لعب مباراة كبيرة. المباراة هذه تعطيكم دفعة معنوية كبيرة، نادي العربي نادي كبير، أيوة فوز صعب. أيوة يعني الحمد لله احنا ما اختبرنا اختبار حقيقي لحد الآن، كان أول اختبار مع نادي العربي والحمد لله فزنا. ونشكر الجمهور طبعا على الحضور، يعني الواحد الحين قاعد يلعب قاعد يستانس يعني. الأداء الفني اليوم راضي عليك كفريق نادي الكويت؟ الحمد لله الحمد لله أداء فني كبير. وبالنسبة حق الحر اللي في الصالة شلون كان؟ هل أثر عليكم؟ شوفت عينك. ما أدري ما أدري شوف. مبروكين الفوز يا كابتن، شكرا. في الجانب